بسم الله الرحمن الرحيم. المباراة اليوم كما شفتوا كاملين المباراة ما كانت سهلة، مباراة صعيبة مع فريق اللي هو قوي، فريق اللي دائما في المنافسة مع في البطولة الوطنية، فريق اللي عنده ثقافة ديال البطولة. ما كانش عندنا خيار، انا جيت هذه ثلاث ايام، الخيار الاولاني والعامل الاولاني اللي تكلمت مع اللاعبين عليه، ودائما هذه كنظن بان في العالم بان كتلعب على العامل الديني. اللاعبين كنشكرهم بزاف على الثقه وعلى الاحترام اللي كان هذا اليومين وعلى الاستيعاب ديالو معايا. وصلنا لداك الشيء اللي بغينا، حيت عرفنا فريق الرجاء البيضاوي ماجي من سفريه من تنزانيا، لعب مع فريق الاتحاد التركي، لعب مع حريه كوناكري نهار السبت، الحد الاثنين لعبنا على العامل ديال اللياقه البدنيه. اللاعبين طبقوا التعليم، ومع العام ما عليهم انهم جاو فرص كثيره لهم، كانوا فرص عملوا، كانت عندهم نجاعة، ولكن ما تحصلناش لان اللاعبين كانوا تاكتيكمون، كانت واحد لا ديسيبلين تاكتيك بالنسبه للاعبين دفاعيا، وبغينا نضغطهم بالحملات المرتده، ولو اننا لاعبين في الميدان ديالنا. اليوم ما مسموح لناش حنايا، باش كاين اللي كيقول خصنا نلعبوا الكره، ما مسموح لناش، لان حنا خصنا نجمعوا النقط في الظرفيه هذه، نحتاج النقط اكثر من النقط باش على الاقل اللاعبين يسترجعوا هذيك الثقه ويرجعوا ترجع الهويه والشخصيه ديال الفريق المغربي التطواني. كاين اكراهات، كاين مشاكل. كنشكر الرئيس على الثقه اللي وضع فيا والمكتب ديالو، كان مشكور اليوم حيت وصل لواحد، وانا ابن الدار كما كيقولوا، كنمشي ونجي، هذه سنه الكره، ولكن اليوم الفريق وقف عليا. الرئيس لبيت الطلب ديالو، الحمد لله جينا اليوم ما خيبناش الله سبحانه وتعالى، وكان على الفريق اللي هو فريق كبير.